الناس مسكت في الدولار شويه، لكن لا بأس، احنا برضو بعد الدولار مش كده؟ كل ما هننتج مواد بنجيبها من بره كل ما الضغط على الدولار يقل. ليه مش عايزين نستوردها من بره؟ اولا عشان نشغل ناس في مصر، يعني بدل النهارده انا بشتري المنتج ده من بره، طب انا اعمله عندي والناس العماله تبقى عماله مصريه، وبدل ما انا بدفع دولار عشان اشتريه بالجنيه المصري. من يوم 1 ديسمبر، يوم 1 من 23 افرجنا عن 5 مليار دولار بضائع. الاهم حضرتك، احنا حاصرين دلوقتي المتبقي، يعني لغايه امبارح 9.5 مليار دولار اللي موجودين في الموارد. الوقت ده هو الوقت اللي احنا فيه يعني يبرز فيه ان احنا حرصنا على الناس، ان احنا ما نغليش الحاجة على الناس. احنا بنتكلم في اكل وشرب، فاهمين يعني ايه ان انا النهاردة المنتجات الزراعية دي او المواد الغذائية بتاعت الناس تزيد تمنها مرتين ثلاثة؟ هو مين يستحمل ده؟ اوعوا تكونوا فاكرين انتم احنا مش حاسين كبني ادمين ان الاسعار حمل على الناس، بس والله ما في اكتر من كده نقدر نعمل. الغاز اللي داخل في صناعه الاسمده بيتسعر بالارقام العالميه، الثمن هيبقى غير كده خالص. المواطن بتاعي لسه لازم اول املاله جه بيجيب شغل بوقت كتير وجهد كتير هنعمله يا دكتور مصطفى. حضرتك جاي تتجوز؟ حط بقى في الصندوق ده مبلغ مش كبير قوي كل الناس تقدر عليه، مش اللي يقدر على الجواز يقدر يدفع مبلغ، مش كده ولا ايه؟ يعني بتعملوا فرح مش عارف عامل ازاي، وتقعدوا تتخانقوا على الشبكه وعلى الفرش. في الفلوس مالكمش دعوه، سيبونا انا في الفلوس، سيبونا انا، لان هي غلبانه قوي. ما كانش نحرم نفسينا ونعمل مش هتفهم. يبقى نعمل بقى لقناة السويس صندوق ولا لا؟ بالمناسبة السنة دي كلها محدش يقدر يصرف بيه الا بيقول لي، وانتوا ما تعرفونيش شايف الفلوس عامل ازاي. يا نهار ابيض.